السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله. أول شيء بدي أخليكم تشوفوا الفيديو هذا ونعلق عليه مع بعض. شوف هذه الحركة، لو شافوه شرطة الأمن واحتمال يشوفوه، احتمال كبير يشوفوه على الكاميرات. هذه الحركة ممكن ترحل هذا الشاب، الشاب صيني طبعا، مع أنه أنا بعرف بس القوانين في الصين ماشي كده، بس الله أعلم. المهم في بيلاروسيا في قوانين صارمة جدا باتجاه الأجانب، هي مش صارمة، هي بالنسبة للعادي للشعب العايش هنا أمر طبيعي، أو الطلاب اللي درسوا هنا تعودوا على هاي القوانين. ولكن للشخص اللي بيجي من بلد هاي الأمور قطعة الشارع عادي، المخالفات عادية، يعني ما فيش فيها أي مشاكل كثيرة، ممكن تدفع بس مصاري وكذا. في بيلاروسيا للأسف الشديد بالنسبة للأجنبي مخالفتين أو ثلاثة، كحد أقصى 5 مخالفات في السنة الواحدة قادرة إنها تقول لك وسلم على الشهداء اللي معاك وتخليك يرحلوك ترحيل وتسافر من البلد كلها. فالفكرة شو؟ لازم نلتزم بقوانين بيلاروسيا، لازم نلتزم بالقوانين البلد اللي احنا موجودين فيها. أهم القوانين اللي بتسبب سفر للطلاب، طبعا هذا الفيديو للعائلات للأهل يعني، وللطلاب نفسهم اللي حابب يجي يدرس في بيلاروسيا وما يصيرش عنده أي مشاكل سواء أمنية أو قانونية أو غير هيك. أهم شغلة الالتزام بوقت الإقامة، يعني في الإقامة لها موعد، قبل ما تنتهي الإقامة لازم تجددها بأسبوعين. هذا من أكثر القوانين اللي بينسوا الطلاب أو الشباب أو الناس اللي بيجوا هنا، أو ما بيعطوش أهمية كبيرة، ولكن هذا له أهمية قصوى، أهمية ضرورية. لا سمح الله انتهت الإقامة وانت ما بتعرف، إذا كان حظك كويس وحظك يعني مساعدك وربنا هيك رحمك ممكن يعطوك مجرد مخالفة، ولكن في حالات كثير ممكن توصل للترحيل. فضروري ما نوصلش لهذه الدرجة، يعني إقامتك تنتهي في 1/1، أنت مفروض في 20/12 مثلا تكون جاهز ومخلص أمورك وعامل تجديد للإقامة. هاي النقطة. النقطة اللي بعدها، أي شيء إذا بتوقفك الشرطة وبخلفوك، لأنه في مخالفات بتكون مختلفة بشكل عام، أي شيء حتى أنت تفهم شو المقصود بالمخالفة، إذا الشرطة بتوقفك وبيكتبوك بياخذوا جواز السفر تبعك وبتكتب أي شيء وبتوقع عليه، هذا تعتبر مخالفة خلاص. حتى لو ما دفعت مصاري تعتبر تنبيه، وإذا دفعت مصاري هذه مخالفة 100%، بسموها بالروسي براتك ولا. ممكن حتى لما الشرطة يوقفوك لازم أنت تفهم هاي الكلمات، تمام؟ المخالفة اللي بعدها مثل ما أنت شفت في بداية الفيديو، قطع الشارع من مكان غير محدد، يعني لازم يكون في ممر للمشاة أو اللي هو الممر اللي يقطع الشارع، هذا الممر الوحيد اللي بيحق لك أنك تقطع الشارع. إذا قطعت في ممر غير هذا المكان يعتبر مخالف إذا شافوك أي شرطة، تمام؟ والنقطة اللي مهمة جدا وللأسف الشديد كثير من الناس ما بيهتم فيها، اللي بيحبوا موضوع السيارات. إذا أنت شريت سيارة وسجلتها باسمك وجدت عليك مخالفات سواء سرعة سواء أي مخالفة من الشرطة، معك لحتى 5 مخالفات في السنة، طبعا حسب شو المخالفة، لا سمح الله مش حادث وكذا، أنا أقصد المخالفات العادية، سرعة مثلا، قطع إشارة، هاي الأمور، غير أنك أنت لازم تدفع عليها فلوس. هذه 5 مخالفات، وممكن في مخالفات برضو تنسحب منها الرخصة عفوا، إذا تقطع مثلا شارع عكسي أو تدخل بشارع عكسي. وأكيد في كثير مخالفات للناس اللي بيدخلوا في البيزنس إذا كانوا مسجلة الشركة باسمهم، فأتوقع اللي بيدخل لهذه المراحل أو بوصل لهذه المراحل المفروض يكون على الأقل عنده معلومات كافية وعنده علم كافي باللغة الروسية وعنده معلومات بالقوانين الخاصة في البيزنس اللي هو شغال فيه. فمثل ما حكينا بالبداية، أهم شيء يا جماعة الالتزام بالقوانين. البلد هنا رائع، الناس محترمين، الحياة حلوة، ولكن القوانين إذا ما بتلتزم فيها صراحة وضعك كان في البلد صعب. طبعا عدا عن المشاكل العادية اللي بتصير، تضرب واحد واحد يضربك، هذا بتوصل محاكم، ممكن توصل لسجن، هذا ممنوع. يعني أنت ممكن قديش عايشين احنا في البلد هذه ما بتشوفش على الشارع اثنين بيضربوا دقين في بعضهم وبيضربوا في بعض، فالشيء يعني قليل جدا أو نادر جدا. هذه النقطة اللي حبيت أنبه الأهل عليها وأنبه الطلاب، وخاصة الطلاب الجديد اللي بيجوا ما بيعرفوش هي القوانين، اللي عمرهم 18-19 وكذا، أو ما انتبه. ممكن في ناس حتى مش إنه هو متعمد بالدخالة، في أشياء أنت ما بتعرف إنه هذه أصلاً مخالفة. فعشان هيك بحبب أنبه هاي الأمور، أنبهكم على هذه الأمور، وإن شاء الله تكون رحلتكم جيدة وسعيدة ودراسة موفقة
في بيلاروسيا. تحياتي لكم، اللي عنده أي سؤال أو أي استفسار رقمي اللي على الواتساب أو اللي ظهر عندكم، هذا رقم الواتساب، يتواصل معي وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.